مرحبا بكم في هذا الفضاء المخصص للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة الوافدين من الصين. معايير السلامة التي يجب احترامها عند زيارة الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة من أجل سلامتكم وسلامة الناس القرب منكم، المرجو احترام التعاليم التالية. الشخص الموضوع تحت المراقبة هو اللي كيختار جوج ديال الأشخاص من العائلة ديالو اللي عندهم الحق في الزيارة في هذا الفضاء المهيئ لاستقبالكم، والزيارة ما خصهاش تجاوز 20 دقيقة، واللي غادي تكون تحت إشراف مهني الصحة المؤهل باش يجاوبكم على أي تساؤل أو استفسار. خلال الزيارة الشخص تحت المراقبة غادي يكون واضع القناع الطبي باش إلا قدر الله كان حامل الفيروس ما يساهمش في انتشاره. وانتوما كذلك مطالبين باش توضعوا القناع من فئات FFP2 اللي غادي تزودوا به في المدخل، وكنصحكم تفادوا أي تلامس جسدي وتحترموا مسافة ما كتقلش على متر واحد بينكم وبين القريب ديالكم. ومن بعد الزيارة من الضروري تعقموا يديكم بالمحلول اللي وضعته وزارة الصحة رهن الإشارة ديالكم، ومباشرة توضعوا القناع في سلة المهملات الحمراء المخصصة لهذا الغرض. وما تنساوش تعودوا تعقموا يديكم قبل المغادرة، وكنحثكم على التعاون مع المشرفين على هذا الفضاء، وباحترامكم لهذه التعاليم غادي تحميوا نفوسكم من الفيروس وتساهموا في عدم انتشاره في محيطكم. معا من أجل مواطنة مسؤولة.